السلام عليكم. اليوم رانا في واحد الحديقة نشوف يعني أثر نتاع التشجير. حديقة بسيطة يعني في حي، لكن كي يكون فيها الأشجار وتكون الاعتناء بالأشجار شوف النتيجة. يعني مكان مريح جدا، إنسان يقدر يستراح فيه. حديقة نتاع حي يعني مش كبيرة بزاف، لكن التشجير نشوف يعني التشجير شي رهيب. وهذا الحي هو الحي اللي نسكن فيه هنا، مش بعيد عليا على المسكن، يعني حي ما شاء الله. وهنا نشوف العين، كان عين الهيه بتيت فونتان، يعني بكل بساطة. والقيمة نتاع المكان هذا رهيب، بالقيمة نتاع التشجير. يعني الأشجار هي اللي بدت القيمة لهذا المكان. ولاحظت بأنه احنا في الجزائر ما عندناش الثقافة نتاع التشجير، نتاع الطبيعة، نتاع الاعتناء يعني بالإخضرار. نشوف باللي مكان بسيط، يعني حديقة تاع حومة، حديقة تاع حومة. وهذا نصب تذكاري، هنا نصب تذكاري نتاع يجي مرات يجو يديرو مناسبات نتاع الترحم على الشهداء، يجو يحطو إكليل نتاع الزهور هنا. نكمل نروح للجزء الاخر تاع الحديقة. نفس الشيء هنا، بكري كنت نلعب كرة القدم هنا كي كنت طفل صغير، كنا نلعبوا البالون هنا، يعني نلعبوا لي ماتش. الان شوف يعني الحي يبان شوية. هذا هو، ونخليكم تجولوا معايا في الحديقة هذه. وهذا يعتبر حي شعبي، يعني مش كان حي تاع اغنياء ولا، يعني طبقة متوسطة. ممكن يكونوا الناس يعرفوه، يعني تعرفوا على الحي. نستمر في الجزء الثالث نتاع الحديقة هذه. هنا فيه بعض اللعب تاع الأطفال،
إذن هذه هي الحديقة، حبيت نعطيكم مثال نتاع النتيجة نتاع التشجير واش تمد، باش نحث الناس يعني في كل أنحاء الوطن بالاعتناء بالفضاءات تاع الأحياء، يعني تمد فضاء مليح يعني للصغار، فضاء للصغار وفضاء للمسنين، فضاء تاع استراحة. نخليكم مع هذا الفيديو، والسلام عليكم، وصح فطوركم، بقات ساعتين على الفطور، ساعتين او ثلث ساعات على الفطور. السلام عليكم.